أن اليوم يزدان البيت الحركي بمولود جديد، مولود جديد طبعا اللي نعتبره قيمة مضافة للمهنة للوطن، وطبعا نفس جديد للحزب باعتبار يعني محورية المهنة في تطوير وعثرنة منظومة العدالة. اليوم بغينا أو كرهنا هناك يعني واحد القصور في التشريع فيما يخص المهنة المحاماة، هناك واحد مجموعة ديال العيوب اللي كتجعل المحاماة فقط يعني غير مكمل أو جزء، ماشي حتى جزء، غير مكمل وليس جزء يعني في 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 منظومة ديال 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 التنزيل ديال ديال العدالة. فهذا المولود الجديد بغيناه يساعد ويكون واحد تنسيق على مستوى الفريقين ديال البرلمان، لأن قلت بأن كاين واحد القصور في التشريع باش يمكن يتم الارتقاء بهذه المهنه كما قلت بالمحوريه ديالها بالاهميه ديالها في تطوير وعصرنا ديال المنظومه ديال العداله. ثم ايضا كاين واحد الجانب ديال التكوين اللي هو جد مهم، لان التكوين اليوم كي 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 يعني المهنه والمحامين يعني بصفه عامه يعني شيء اللي ما يمكنش يعني نتنكروا ليه او نسهوا عليه، لان باعتبار يعني هذه الصيروره اللي كيعرفها المجتمع يعني على المستوى التكنولوجي وعلى المستوى المجتمعي، فاكيد انها غادي تكون قيمه مضافه وغادي تكون واحد يعني واحد الرجاش من النقاش اللي كان في البرلمان. فبغينا اليوم الصوت ديال هذا المحامون يكون ايضا له واحد الصدى، ولما لا الطموح ديالنا هو تكون له ايضا تمثيليه وازنه، لان يعني يمكن تمثيليه ولكن انا كنتحدث على التمثيليه الوازنه باش فعلا يكون واحد المرافعه ويكون واحد المناصره ويكون واحد الدفاع على هذه المهنه اللي ما يمكنش نكونوا في مجتمع ديمقراطي الا ما قويناهاش وعطيناها الاليه ديالها باش تزيد. محمد جوهري عضو المجلس الوطني ديال الحركة الشعبية، وحنا هذا المؤتمر اليوم هو للإعلان عن إنشاء رابطة المحاميات والمحامين الحركيين، وهو يعني هيكل من هياكل القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية. هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي يعني دازت عليه الآن أقل من سنة، ونستكمل الهياكل التي نص عليها القانون النظام الأساسي والنظام الداخلي. طبعا رابطة المحاميات والمحامين الحركيين لهم طابع خاص، لأن المحامون هم مرتبطين بسلطة قضائية كما تعلمون الآن، والحمد لله البلاد تتمتع بسلطة قضائية مستقلة قائمة الذات، المحامون هم جزء من السلطة القضائية. بطبيعة الحال تأطيرهم وتتبعهم للشأن السياسي وكذلك تتبعهم للعمل البرلماني هو ما نروم إليه، ومساهمتهم في الأعمال في المسار القانوني للبلاد سواء بمناسبة الانتخابات أو غير الانتخابات، وكذلك ما يعرفه العالم أجمع من يعني مواكبة الحقوق والحريات داخل البلاد وخارج البلاد، والمساهمة بما يجب أن يساهم به المحامي دائما في القضايا الوطنية والقضايا الدولية. شكرا. أستاذ حاتم كار، محامي بهيئة القنيطرة وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية. حقيقة اليوم عندنا عرس حركي وعرس مهني. اليوم عندنا المؤتمر التأسيسي لرابطة المحاميات والمحامين الحركيين، وهذا المؤتمر التأسيسي هو نتيجة ديال تفكير وعمل ومجهود طويل، وكذلك نتيجة ديال ضرورة مجتمعية ملحة اليوم وضرورة سياسية وضرورة حقوقية وقانونية. خصنا نعززوا المشهد المهني والحقوقي والنضالي والسياسي بخبراء بممارسين بزميلات وزملاء محاميات ومحامين من المغرب كله من كافة الهيئات، واللي من بين أقدر الفئات على مواكبة الأحداث
والتحديات اللي كتعرفها بلدنا اليوم، خاصة إذا علمنا أن اليوم عندنا قوانين جد مهمة هي تناقش في البرلمان، قانون جنائي، المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، العقوبات البديلة، ومدونة الأسرة في الجنة وتحل على البرلمان، قانون المهنة كذلك، كما أن كل تمظهرات التنمية اللي ممكن تشتغل عليها بلدنا سواء الرهانات الداخلية أو الخارجية راه لابد عندها قاعدة قانونية أو جانب قانوني. فاليوم هو عرس لتوحيد المجهود والمساهمة في المجهود الوطني الجماعي، الاقتصاديين من جهتهم، والأساتذة والمعلمين من جهتهم، والأكاديميين من جهتهم، وحتى المحاميات والمحامين من جهتهم، نوحدوا هذا العمل اليوم ونوحدوا الكلمة ديالنا ونتعاونوا. التوجيهات ديال سيدنا الله ينصره راه واضحة، النطق السامي في الكلم في الخطب ديالو واضح. اليوم خص مازال اللي يشتغل، والاشتغال ما يمكنش يعطي نتائج، ما يمكنش يحقق الاهداف ديالو اللي ما كانش نابع من القواعد، وها هي القواعد اليوم غادي تجتمع باش تعطينا هذا المولود الجديد ان شاء الله. الدور ديال المحامي حاليا في الاحزاب السياسيه سؤال جد مهم، لانه للاسف ما بقاش كيف ما من قبل. الدور ديال المحاميات والمحامين في الاحزاب السياسيه في سنوات وعقود طويله كان مهم، وكانوا قاطره قويه داخل الاحزاب السياسيه، وكانوا قاطره قويه داخل المؤسسات التشريعيه والسلطات الاخرى، السلطه التشريعيه وغيرها، من حتى بالنسبه للمجلس على السلطه القضائيه راه فيه من الكفاءات اللي هما كانوا كيمارسوا مهنه المحاماه. فانا بالنسبه لي اليوم المحاميات والمحامين كيف ما كيشتغلوا في الهيئات ديالهم، كيف ما كيشتغلوا في المجتمع المدني، كيف ما كيشتغلوا في هيئات مجتمعيه، خصهم يشتغلوا ويجتهدوا كذلك في المجتمع المهني السياسي، لانه هو الاقدر على ايصال همومهم كمهنيين، هموم المتقاضين اللي تيمثلوهم، هموم المواطنات والمواطنين، لانهم اللي كيمارسوا الفعل القضائي بشكل مباشر، هما اللي كيباشروا القضايا ويدافعون عن حقوق الناس في هذه الجهه او في هذه الجهه، فهم الاقدر على تبليغ المشرع وتبليغ مؤسسات الدوله الواقع بالايجابيات ديالو وبالاكراهات والسلبيات ديالو اللي كيخصها تحسن. اقتحام يعني المحامي كمهني في السياسه او المشاركه، البعد التشاركي، المحامي دائما كفاعل منفتح على المجتمع بالتزام النظر، التزام وبالتبصير، بالتنوير، بالمناقشه ديال القضايا من منطلقات قانونيه وحقوقيه. الشيء المحامين هما اللي كيهضروا على المغرب ديال 2816، دائما عندهم نظره تقدميه ولكن كتنطلق من الواقع اللي كيعيشوه، فكنربطوا ونزاوج ما بين العلمي والعملي والرغبه في اننا نزيدوا نجتهدوا اكثر ونحاولوا ما امكن نغيروا من الصوره، لانه كاين جزء من صورة سلبية عندنا في المجتمع ما كيمكنش تبدل بالخطاب، ما يمكن تبدل إلا بالعمل وبالإنتاج وبإعطاء صورة إيجابية للطريقة اللي كنشتغلوا بها، وما كاين مشكل اقتحام الهيئات السياسية والاشتغال من داخل. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.